السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي الأعزاء أهلا ومرحبا بكم، يا رب تكونوا بخير. بنكمل حلقات التمييز، بنكمل نحو من الصفر. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن التمييز الملفوظ والتمييز الملحوظ. حلقة النهاردة بنتكلم بالتفصيل عن تمييز العدد وإزاي بنكتب الأرقام باللغة العربية بالحروف. قبل ما نبدأ نحل واجب الحلقة اللي فاتت، كان عندنا قطعة: متى كانت البلاد أكثر أمنا؟ أكثر أمنا يبقى أمنا تمييز منصوب وعلامة نصب الفتح. كانت الأقدر على جذب المستثمرين، لذلك تسعى مصر سعيا حثيثا. تسعى سعيا، سعيا مفعول مطلق. وصفنا السعي بأنه حثيثا، والمفعول المطلق منصوب، يبقى حثيثا نعت منصوب وعلامة نصب الفتح. سعيا حثيثا لدحر قوى الشر والإرهاب. قوى تاعت الشر مضاف إليه مجرور وعلامة جر الكسرة. الواو حرف عطف، يبقى الإرهاب معطوف مجرور وعلامة جر الكسر. استخرج تمييز، عندنا أمنا. نوع المميز، مميز ملحوظ لأن أنا لاحظته وغير موجود بالجملة. فعل معرب يعني فعل مضارع، عندي تسعى، تسعى مصر، يبقى ده معرب، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة. آخر مبني، فعل ماضي أو أمر، عندنا كانت، كانت ده فعل، فعل ماضي مبني. اسم معرب بعلامة فرعية يعني مثنى، جمع مذكر سالم، اسم من الأسماء الخمسة، يعني أي حاجة غير مرفوع بالضمة منصوب بالفتحة مجرور بالكسر، لأن الثلاثة دول علامات إعراب أصلية. أي حاجة تانية، هلاقي عندي المستثمرين مضاف إليه مجرور وعلامة جر الياء، أقول له العلامة هي الياء. فعلا ناسخا واسمه وخبره، عندنا كانت، كانت دي فعل ناسخ. فين اسمها؟ مين اللي كانت؟ البلاد. مالها البلاد؟ أكثر، يبقى أقول له كان ده الفعل الناسخ، البلاد اسمها، أكثر ده الخبر. وعندي كانت واسمها ضمير مستتر تقديره هي، والأقدر دي خبر كانت. أعرب قوله تعالى: وفجرنا الأرض عيونا. فجر ده فعل، فعل ماضي. النا نا الفاعلين، ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. فجرنا الأرض ده مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة. عيونا دي تمييز، تمييز منصوب وعلامة نصب الفتحة. والتمييز هنا نوع المميز ملحوظ ومحول عن فجرنا عيون الأرض، محول عن مفعول به. نبدأ بقى حلقة النهاردة ونتكلم عن تمييز العدد. احنا عرفنا طبعا التمييز لما اجي اقول قرأت ثلاثة، ثلاث ايه؟ قلنا ثلاث كتب. كتب دي اسمها تمييز، بنعرفها تمييز. طيب كتب ده العدد ولا المعدود اللي انا بعده؟ كتب دي المعدود. طيب فين العدد اللي هو المميز؟ ثلاثة، ثلاثة دي العدد المميز. عايزين نتكلم بقى بالتفصيل عن العدد والمعدود وازاي بنكتبه. أول حاجة عايزك تعرفها أشكال العدد. أول حاجة، في عدد مفرد كلمة واحدة من واحد لعشرة، اثنين ثلاثة أربعة، كلمة واحدة. في عدد مركب كلمتين من 11 ل 19، اسمه عدد مركب. ألفاظ العقود 20 30 40، دي اسمها ألفاظ العقود. أعداد معطوفة اللي وسطها حرف عطف 21 99، من 21 لحد 99 اسمها أعداد معطوفة. المئة والألف ومضاعفاتها 100 200 1000 2000، ده شكل العدد، صور العدد. بكتبه إزاي؟ ناخد بالتفصيل واحدة واحدة خالص من الأول. أول عدد واحد، وبعده اتنين. واحد واتنين لهم تمييز؟ لا، يبقى ما لهمش تمييز. وواحد واتنين بيطبقوا المعدود. لما اجي اقول كتاب، اقول كتاب واحد ولا واحده؟ واحد، يبقى بيطابق. طيب لو كراسه، يبقى واحده، يبقى العدد بيطابق المعدود في التذكير والتانيث. اهو اشتريت كتابا، هقول واحدا، ما ينفعش اقول واحده، كتابا واحدا. طب قصه، اقول قصه واحده، وبرضه زيها اتنين. طيب العدد هنا بعربه ايه؟ واحد وواحده بعربه ايه؟ هو هنا في تمييز اصلا؟ لا، مفيش تمييز. واحد واتنين ما لهمش تمييز. طيب اعرف ازاي؟ اشترى فعل ماضي، التاء الفاعل، كتاب مفعول به. طيب العدد هنا واحدا وواحده، اعربها نعت، والنعت بيتبع كتاب مفعول به منصوب، يبقى واحدا نعت منصوب وعلامه نصب الفتحه. طيب مثال تاني، لما اقول حضره معلم، اقول حضره معلم واحد، واحد اعربها نعت مرفوع، ومعلمه واحده. مثال تاني، اشتريت كتابين على اتنين بقى، كتابين اثنين، قصتين اثنتين، لان كتابين مفعول به منصوب. لو مرفوع اقول حضرة معلمان، اقول اثنان،
ومعلمتين، لا دي مكتوبة غلط، المفروض تبقى معلمتان لأنها معطوفة على معلمان، لأن هنا معطوف مرفوع وعلامة رفعه الألف. واثنتين غلط، دول معلمتان اثنتان، يبقى دي الصح. طيب بنعرب العدد هنا ايه؟ دي بعربها نعت. طيب واثنتان برضو نعت، نعت مرفوع وعلامة رفع الألف لأنها مثنى أو لأنها ملحق بالمثنى. يبقى احنا عرفنا كده واحد واثنين ملهمش تمييز، بيطبقوا المعدود في التذكير والتأنيث. اللي بعده، بعد اثنين ثلاثة. من ثلاثة لعشرة ليهم تمييز؟ أيوة، تمييزهم جمع مجرور، هنعرف دلوقتي يعني ايه، وبيخالفوا المعدود. لما اجي اقول اشتريت ثلاثة كتاب وخمسة قصة اكتبها ازاي؟ اول حاجة انا قلت التمييز جمع مجرور، كتاب ينفع تبقى كتاب ولا لازم تبقى جمع؟ كتب، ومجرور يبقى نقول كتبين. طيب التلاتة، التلاتة بتخالف، الكتاب مذكر ولا مؤنث؟ شوف هو كتاب واحد ولا واحدة؟ كتاب واحد، يبقى مذكر. يبقى العدد اللي هو التلاتة هيخالف. يعني ايه خالف؟ اقول ثلاث ولا ثلاثة؟ ثلاثة، لان كتاب مذكر يبقى العدد يبقى مؤنث، اقول اشتريت ثلاثة كتب. وخمس قصة، اول حاجة قصة لازم تبقى قصص جمع مجرور، وخمسة هتخالف قصة مؤنث، يبقى اقول خمس. لو المعدود مذكر اللي هو القصص، لو مذكر لو كتب هقول خمسة كتب، مؤنث هقول خمس قصص. وتلاتة لو تلات قصص هقول ثلاث قصص، يبقى من تلاتة لعشرة بيخالف المعدود. مثال تاني، طيب اعرف ازاي اصلا هنا؟ برضو اشترى فعل الماضي، التاء الفاعل. تلاتة اعربها ايه؟ تلاتة بعربها مفعول به حسب مكانها في الجملة زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت. وكتب تمييز، والتمييز هنا جمع مجرور، بقول تمييز مجرور وعلامة جر الكسرة. وزيها برضو كلمة قصص، تمييز مجرور وعلامة جر الكسرة. طيب مثال تاني، يلا اقول عايز اقول حضرة اربعة معلم، معلم هتبقى لازم تكون جمع، وجمع مجرور يبقى معلمين، ومعلم ده مذكر يبقى نقول اربعة هتخالف، يبقى نقول حضرة اربعة معلمين. طيب وسبعة معلمة، اول حاجة معلمة لازم تبقى معلمات، ودي مؤنث يبقى نقول سبع، وسبع معلمات. طب الاعراب، العدد اللي هو اربعة حسب مكانه في الجملة، حضر فعل اربعة فاعل، ومعلمين ده هتبقى تمييز مجرور وعلامة جر الياء، الواو حرف عطف، سبعة ده معطوف، معلمات برضو تمييز مجرور وعلامة جر الكسرة. عندك معلومة هنا برضو مهمة، تشكيل الشين بتاع عشرة. عندك لو المعدود هنا مساكين مفردها مسكين، ده مذكر، لو المعدود مذكر الشين بتكون عليها ايه؟ فتحة. طيب لو المعدود مؤنث صور مفردها صورة يبقى مؤنث، يبقى الشين عليها سكون، دي ملهاش دعوة برضو بالتذكير والتأنيث. لو المعدود مذكر يبقى الشين عليها فتحة، لو المعدود مؤنث يبقى الشين سكون. وبرضو العشرة بتخالف، مساكين مذكر قلت عشرة، هنا صور مؤنث صورة قلت عشرة، بس خلي بالك برضو من تشكيل الشين. وصلنا كده للعدد عشرة. اللي بعد عشرة 11 و12. احنا قلنا عشرة لو لوحدها بتعمل ايه؟ بتخالف. عشرة بقى لو جت مع اي عدد تاني هتوافق المعدود، يعني 11 و12 كده كده الواحد والاثنين بيوافقوا، والعشرة هتوافق. نقول تاني، كان معانا واحد واثنين بيطابقوا بيوافقوا المعدود، العشرة كانت بتخالف عشان لوحدها، لو جت مع اي عدد تاني هتطابق هتوافق المعدود، يبقى الجزئين هيوافقوا المعدود. وتمييزهم كان 3 ل10 جامع مجرور، من اول بقى 11 مفرد منصوب، وهنا قلنا برضو بيطابقوا المعدود. يلا اكتب، يلا عايز اقول اشتريت 11 كتاب، اقولها ازاي؟ كتب، تمييزهم ايه؟ مفرد منصوب، مش هقول كتب هقول كتاب. و11 الواحد وال10 هيطابقوا، كتاب مذكر يبقى اقول احد، و10 هتوافق برضو يبقى احد 10، اقول احد 10 كتابا، والشين فتحة لأن المعدود مذكر. طيب 11 قصة، القصة هي مفرد، أتأكد بس إن تمييزها مفرد منصوب، والواحد والعشرة هتوافق، يعني واحد أقول إحدى خلاها مؤنث، والعشرة برضو هتوافق هتبقى مؤنث، أو الإحدى عشرة قصة. هنا الشين عليها فتحة لأن المعدود مذكر، هنا الشين عليها سكون لأن المعدود مؤنث. طيب أعرب إزاي هنا؟ اشترى فعل ماضي التاء الفاعل، العدد على بعضه كده عدد ده 11، بقول عدد مبني على فتح الجزئين، يعني الجزء الاول عدد مبني على الفتح، و10 عدد مبني على الفتح، الاثنين على بعض عدد مبني على فتح الجزئين.
وكتابا تمييز، تمييز منصوب وعلامة نصب الفتح، وزيها برضه 11 وقس. مثال تاني، لما اجي اقول اشتريت 12 بقى اكتبها ازاي؟ كتاب، اتاكد الاول انها مفرد منصوب، لا مش منصوبه، يبقى لازم اخليها كتابا، حط الالف. طيب 12، هنا خلي بالك بقى من اتنين، هنا هيكون اعرابها الاتنين بتعرب اعراب المثنى، يعني اشوف لو مذكر هقول اثنان او اثنين، لو مؤنث اثنتان او اثنتين، وايه اللي هيحدد الاعراب؟ اشترى فاعل، التاء الفاعل الاتنين هتكون مفعول به منصوب بالياء، يبقى هقول اشتريته اثنين، والعشرة هتوافق يبقى عشر، اثنين عشر هنحذف الياء للإضافة، أقول اشتريته اثني عشرة كتابا، بحذف النون لأن بعدها المضافة مضافة لعدد، يبقى بحذف النون. وهنا العدد الاتنين، لا الاتنين مش عدد مبني، الاتنين بتعرب إعراب المثنى، أعربها إيه؟ مفعول به منصوب وعلامة نصب الياء. وعشر عدد مبني على الفتح، كتابا تمييز منصوب. طيب 12 قصة، هنا قصة مؤنث، يبقى هقول يا اثنتا يا اثنتي، معطوفة على منصوب يبقى اثنتي، والعشرة هتوافي بقول عشرة، اثنتي عشرة قصة، برضو اثنتي اعراب المثنى، معطوف منصوب وعلامة نصب الياء، عشرة عدد مبني على الفتح، قصة تمييز منصوب وعلامة نصب الفتحة. مثال اخير، لما اقول لك حضر 12 معلم، معلم مذكر، يبقى هقول يا اثنان يا اثنين، حضر فاعل، يبقى الاثنين هتكون فاعل مرفوع يبقى اثنان، والعشرة هتوافق يبقى عشر، هنحذف النون للإضافة يبقى نقول حضرة اثنى عشر معلما. طيب 12 معلمة، اثنتا عشرة معلمة، الاثنين اعراب المثنى، فاعل مرفوع وعلامة رفع الالف، معطوف مرفوع وعلامة رفع الالف، العشرة عدد مبني على الفتح، معلما او معلمة تمييز منصوب وعلامة نصب الفتح. وصلنا للعدد 12، اللي بعد 12 من 13 ل 19، من 3 ل 9 بيخالفوا، وال10 قلنا مع اي عدد هتوافق، وتمييزهم زي اللي قبلهم مفرد منصوب. الجزء الاول اللي هو من 3 ل 9 هيخالف، وال10 هتطابق المعدود. ناخد مثال، عايز اكتب اشتريته 13 كتاب، هي ما ينفعش كتب لان التمييز مفرد منصوب، يبقى لازم كتابا. التلاتة هتخالف يبقى ثلاثة، عشرة هتوافق يبقى عشر، يبقى لو اشتريته ثلاثة عشرة كتابا. طيب وقصة، مفرد منصوب زي ما هي قصة، الخمسة هتخالف يبقى خمس، العشرة هتوافق يبقى عشرة، نقول خمسة عشرة قصة. اعرب ازاي العدد على بعضه 13 عدد مبني على فتح الجزئين، اشترى فعل ماضي التاء الفاعل، المفروض العدد يبقى مفعول به منصوب، بقول عدد مبني على فتح الجزئين في محل نصب مفعول به، واللي بعده تمييز منصوب، وبرده 15 عدد مبني على فتح الجزئين، وقصة تمييز منصوب وعلامة نصب الفتحة. مثال تاني، عايزين نكتب 17 معلم، لازم تبقى معلما، حط الالف بتاعة التنوين، السبعة هتخالف يبقى سبعة، العشرة هتوافق يبقى عشر، يبقى قول حضرة سبعة عشرة معلما. أعرب العدد، عدد مبني على فتح الجزئين في محل حضرة، مفروض تبقى فاعل، يبقى في محل رفع فاعل. 19 معلمة، المعلمة مؤنث، التسعة هتخالف تبقى تسعة، العشرة هتوافق يبقى عشرة، نقول تسعة عشرة معلمة. يلا اللي بعده، وصلنا ل19، ألفاظ العقود، تمييزها برضو لسه مكملين مفرد منصوب، ألفاظ العقود بتعرب إعراب جمع المذكر السالم، لها صورة واحدة مع المذكر والمؤنث، لو مرفوعة هقول 20 30 40 50 60، منصوبة أو مجرورة 20 بالياء بقى 20 30 40 50. ناخد مثال، عايز أقول اشتريته، أقول 20 ولا 20، دي سهلة على حسب الإعراب، اشترى فعل ماضي التاء الفاعل المفعول به منصوب يبقى هقول 20، طب كتب؟ لا مفرد منصوب، يبقى أقول 20 كتابا. اعربها ايه؟ اعراب جمع المذكر السالم، هنا 20 مفعول به يبقى مفعول به منصوب وعلامه نصب الياء. طيب و50 قصه؟ لا هتبقى 50 لانها معطوفه على 20، 50 قصه، وقلنا 20 هتعرب مفعول به منصوب وعلامه نصب الياء، اعراب جمع المذكر السالم، وكتابا تمييز منصوب وعلامه نصب الفتحه. مثال تاني، يلا عايزين نقول حضره 30 ولا 30، حضره فاعل يبقى نقول 30 لانها فاعل، يبقى نقول 30 معلما، و30 هنعربها فاعل مرفوع وعلامة رفع الواو ملحق بجمع المذكر السالم، و40 ولا 40،
معطوفة على مرفوع يبقى 40 معلمة. وبنفس الطريقة كل ألفاظ العقود 40 50 60 70 80 90 بنفس الطريقة اعربها اعراب جمع المذكر السالم. مرفوعة آخرها واو ونون، منصوبة أو مجرورة آخرها ياء ونون. العدد اللي بعد كده الأعداد المعطوفة، يعني واحد و20 أو و20، تمييزها برضه مكملين مفرد منصوب مفرد منصوب مفرد منصوب من أول 11. الأعداد المعطوفة برضه تمييزها مفرد منصوب. لو العدد اللي قبل حرف العطف 21 أو 22 23، لو العدد 1 و2 احنا قلنا كده كده 1 و2 بتوافق بتطابق المعدود. طيب لو من 3 ل 9، من 3 ل 9 دي بتخالف، من 3 ل 9 مفيش عدد 10 قبل حرف العطف، يبقى من 3 ل 9 هتخالف. لما اجي اقول مثلا اشتريته عايز اقول 21 كتاب، اكتبها ازاي؟ اشترى فعل التاء الفاعل، الواحد هتبقى مفعول به منصوب يبقى واحدا، لان كتاب مذكر مش هينفع كتب، لازم برضو مفرد منصوب كتابا، يبقى واحد وواحد منصوبه، ال20 هتبقى برضو منصوبه 21. أقول اشتريته واحدا مفعول به منصوب و20 ياء ونون لأنها منصوبة كتابا تمييز، و22 قصة أكتبها إزاي؟ برضو معطوف على منصوب، هنقول قصة مؤنث، اثنتان ولا اثنتين؟ اثنتين لأنها معطوف على منصوب، واثنتين وعشرين قصة. طيب أعرب إزاي؟ واحدا مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة، بعربه حسب مكانه في الجملة، واحدا مفعول به منصوب، الواو حرف عطف. اللي بعد حرف العطف بعربه معطوف، اعراب جمع المذكر السالم، يعني 20 معطوف منصوب وعلامه نصب الياء لانه جمع مذكر سالم او ملحق بجمع المذكر السالم. مثال تاني، عايز اقول حضر 32 معلم، حضر فعل، الاثنين هتبقى فاعل يعني مرفوعه، معلم مذكر، يعني هقول اثنان ولا اثنين؟ مرفوعه يبقى اقول اثنان. طيب و30 ولا 30؟ معطوف على مرفوع، يبقى نقول حضر 32 معلما. طيب 74 معلمة، ومعلمة مؤنث، الأربعة هتخالف هتبقى مذكر، نقول 74 لأنها معطوفة على مرفوع، يبقى نقول 74 معلمة. والإعراب زي اللي فوقيها، حضر فعل اثنان فاعل، فاعل مرفوع وعلامة رفع الألف، الواو حرف عطف، 30 معطوف مرفوع وعلامة رفع الواو، معلما تمييز منصوب وعلامة نصب الفتح. خلصنا كده ألفاظ العقود لحد 90 99، اللي بعد كده بقى 100 ومضاعفاتها، 100 200 1000، ودي تمييزها هنغير بقى، خلي بالك 1 و2 مالهمش تمييز، من 3 ل 10 جمع مجرور، من بعد ال10 من اول 11 مفرد منصوب مفرد منصوب مفرد منصوب مفرد منصوب لحد ال100، لا مفرد مجرور بقى، ال100 ومضاعفاتها مفرد مجرور، ودي بنعرفها حسب مكانها في الجمله. يلا نقول نجح 100 طالب و1000 طالبة، المية هنقول 100 طالب أو 100 طالبة، 1000 طالب و1000 طالبة، بس لو منصوبة هقول 2000. مثال تاني، عايز أقول نجح 200، هقول نجح ال 200 هقول 200 ولا 200؟ 200 لأنها فاعل، فاعل مرفوع بالألف، وهحذف النون للإضافة لأن بعدها طالب، دي ينفع نعربها مضاف إليه ونعربها تمييز، فهنقول نجح 100 طالب، تمييزها طالب دي بعربها تمييز مجرور مفرد مجرور، تمييز مجرور وعلامة جر الكسرة. وهنا ألف طالبة وألف طالبة، برضو طالبة تمييز مجرور وعلامة جر الكسرة. العدد 100 و200 بتعرب حسب مكانها في الجملة، نجح 100 دي فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة، 200 فاعل مرفوع وعلامة رفع الألف لأنها مثنى. وزيها برضو لو عايز أقول 300 هقول نجح 300 طالب 300 طالبة، المذكر زي المؤنث 300 طالب 300 طالبة. يبقى احنا كده خلصنا درس تمييز العدد. تدريب اخير، لو عايز اكتب ان السنة فيها 365 يوم اكتبها ازاي؟ هقول السنة 365 يوما. خلي بالك بقى ان فين التمييز هنا؟ يوما ده تمييز العدد، التمييز بيتبع اخر عدد مكتوب، فين اخر عدد مكتوب؟ 60. الستون هنا تمييزها بيكون اهو الفاظ العقود، تمييزها مفرد منصوب هقول يوما، انما انا ممكن اكتب العدد هنا بطريقة تانية، اقول السنة 65 و300 يوم، لان اخر عدد مكتوب 300، والمية ومضاعفاتها تمييزها مفرد مجرور، فهقول يوم، يعني يوما هعربها تمييز منصوب ويوم تمييز مجرور. وبكده يبقى احنا خلصنا درس النهارده، بتمنى اكون قدرت افيدكم. تدريب الحلقه، اقرا القطعه كويس جدا، اعرب الكلمات اللي تحتها خط، واكتب الارقام اللي جت في القطعه بالحروف
احذف كلمة 20 فاز في المسابقة 27. احذف 20 وأعد كتابة الجملة صحيحة. جيم أكمل بعدد. يتكون فريق كرة القدم من كام لاعب؟ لو مش عارف هم 11 لاعب، اكتبها بالطريقة الصح. وفي الحلقة اللي جاية هنكمل حلقات نحو من الصفر وهنحل التدريب ده. بشكركم لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.